عزيز. ايه ده؟ انت لسه صاحيه يا حبيبتي؟ انا مش جاي لنوم. انا كنت جاي بدري والله، بس منه اللعبه بايده بقى، خلينا افضل قاعد وبتم مع الحكايه على كذا حاجه في الدار كده، ما تزعليش. انا بصراحه ما هنش عليا انام قبل ما اقول لك على حاجه. حاجه واحده يا سلام، قولي يجي مليون حاجه. تحت امرك ايه مالك؟ الصراحه يعني انا كنت شاكه في حاجه، والنهارده لما رحت دارنا اتاكدت منها. شك في حاجة؟ لا جميلة، اوعي كنت بتشكي ان في حاجة بيني وبين حسنى. والله دي زي اختي. اللي انت بتقوله ده يا عزيز، انا شك فيك برضو. لا انا قصدي يعني حاجة هتفرحك. طب ما دام هتفرحني قوليها، مستنية يا جميلة. اصل يعني لا دي واحدة بس، عشان اداء الافلام ده انا عارفه، هو اللي في بالي بجد. أنا حامل. مش بقول لك اداء الافلام ده انا عارفه، والنبي حامل. أيوه. طب بقول لك انت تيجي معايا عند اهلك بقى عشان ايه؟ استنى. طب لا خليك انت ترتاحي وانا هجيب. لا انا هخدم. حامل؟ الف حمد يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك يا بت. الله يبارك فيك، بس ما تقوليش يا بت. خلاص، ما مبروك من غير يا بت. ها قولي بقى هتسميه ايه؟ بص انت دربكتيني، انا ما فيش حاجه في بالي، بس لو واد هسميه حسن، ولو بنت هسميها رحمة. هو ده مش هيبقى فال وحش؟ أنا مقصودش حاجة يعني، أنا قصدي يعني سواء ولد ولا بنت هيطلع حظه زيه. ادعو إنه يطلع طيب زيهم. أنا عايزة أفتي بيت قلبك أنت، عايزة دكتور قد الدنيا. يا ست يطلع زي ما يطلع. أهو ده بالذات يا جميلة، أنا مش عايزه يبقى مغصوب على أي حاجة. أنا عمري ما اخترت حاجة يا جميلة. محدش جه في يوم وسألني نفسك في إيه؟ قالوا لي أنت اتولدت يتيم ما عندكش أهل. قلت لهم الحمد لله. قالوا لي هتعيش هنا في الدار ده. قلت لهم ماله؟ حاضر. قالوا لي هتمسك سلاح. برضه قلت حاضر. مع إن دي أكتر حاجة أنا بكرهها في حياتي. الحاجة الوحيدة اللي هورثها له إنه يحب اللي منهم. خاف عليهم، غير كده لا، هو حر. قلت لك نضفي 100 مرة. صرصار صرصار يلا صرصار يا جميلة.